أيضا من الصفات التي لازمت الورع ومحاسبته للنفس، فكان رحمة الله عليه شديد الورع، وكان كثيرا ما يحاسب نفسه، وذلك لإدراكه الشديد بأنه سوف يذهب من هذه الدنيا، ولا بد الذي يلاقي الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون محاسبا لنفسه في الدنيا حتى يلاقي الله سبحانه وتعالى وهو راض عنه. وفاته كانت هناك حجة حال أحد من الناس، ربما أن الشيخ السالمي طلب منه أن يبحث عن شخص دين ثقة ليحج بهذه الحجة، فسار بها 3 أشخاص توفوا في الطريق، ما أحد منهم راح يحج منه. وأخيرا الشيخ السالمي يعني تستغرب، فقيل أن القضية مشهورة في الشرقية إلى الآن، سار بها الشيخ سيد بن حمد وتوفي في مطرح، وسار بها والد الشيخ نور الدين وتوفي في جدة، وسار بها شخص ثالث أظن الشيخ حمد بن سيف البوسعيدي وتوفي في الهند.